بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، غفر الله له ولشيخنا ولوالد شيخنا وللسامعين ووالديهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. هذا يسموه الفضولي. أرأيتم؟ سبحان الله. هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه من والاه. هذا يسموه ماذا؟ الفضولي. الفضولي في الوليمة، إنك أنت الآن سبحان الله تكون مدعو إلى وليمة، فيتبعك أحد الناس، يعرف أنت ما شاء الله معارفك كثير وكذا، فيذهب معك. هذا الذي يسموه ماذا؟ يسمون الفضولي. طب من هو الفضولي؟ قيل هو الذي يشتغل بما لا يعنيه أو بما ليس عنده، وعند الفقهاء من يتصرف في حق غيره بغير إذن. من يذكر لنا في ذلك حديثا؟ في مسألة أخذناه في بيع الفضولي. عروة البارق يا شباب، النبي أعطاه دينار وقال له اشتري لنا شاة، وجد السوق مشعبة فاشترى شاتين وباع واحدة بدينار ورجع للنبي بشاة ودينار، فدع له النبي في صفقة يمينه. طيب، وقيل هو الطفيلي الذي يحضر وليمة ويدخل بيوتا من غير إذن ولا دعوة، وعدها العلماء هذه الخصلة من خوارم المروءة، لأنها تزري بالشخص وأيضا تدل على قلة حيائه وانخرام مروءته ورزانته ونقصان أدبه. وقيل الفضول الذي يتدخل في شؤون الناس الخاصة والعامة والصغيرة، ملقوف يعني، الله يعافينا وإياكم، يعني يتدخل بوقاحة وصفاقة. أما من يتدخل سبحان الله نصح وإرشاد وتوجيه وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لا يدخل في مثل هذا، فلا يراعي أدبا ولا استئذانا ولا أصلا في تعامل. ولذلك الناس عندهم كان حياء وإباء، لكن في هذا الزمان لما انتشرت هذه الوسائل التقنية وما يسمى بالجوالات الغبية الذكية، أنا مسمي الجوالات الغبية، ومواقع التناطح الاجتماعي، فأصبح كثر الفضوليون والطفيليون، تلقى جالس معاك ويصور لك وانت ما انك داري وينزل لك مقطع. سبحان الله، اين انت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام المجالس بالامانة؟ ولا عندك خبر، ولا كأن شيء لم يكن، يدخل بيتك يصور وينشر كل شيء، يصور وينشر. ولا شك ان هؤلاء ايها الكرام الفضلاء من اساطين الفضولين والطفيليين. أين أنت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي: من حسن السام النور تركه ما لا يعنيه. وهذا تجدونه كثير في هذا الزمان، فيسبب أذية لبعض الناس بصورة عجيبة وغريبة سبحان الله. فهذا يحذر في مثل هذا أيها الكرام الفضلاء. ولذلك حضور الوليمة لها وجوه، وهي أن الإنسان يحضر مدعوا، وهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، وهذا يجب هنا إجابة الدعوة. إن وجد منكرا خرج منها، إن وجد منكرا خرج منها. النوع الثاني أن يحضر وليمة بدون دعوة، يحضر الوليمة من غير ماذا؟ من غير دعوة، فهذا حرام
فهذا الفعل أيها الكرام الفضلاء حرام عند الإنسان أن يحضر الوليمة من غير أن يكون مدعوا فيها. وهذا كما قلنا ذكره اسم الطفيلي كما قال ذلك الأصمعي رحمه الله. وقال الرملي في نهاية المحتاج يحرم التطفل وهو الدخول لمحل غيره لتناول طعامه بغير إذنه ولا رضاه. وهذا قاله المالكية والحنابلة وما يتبادر إلى الذهن من قول الحنفية. النوع الثالث أن يحضر مدعوا ويأتي معه من ليس مدعوا، فهنا ماذا عليه؟ الجواب في الحديث الذي سيقرأ علينا الآن. الجواب الآن في الحديث الذي سيقرأ علينا الآن، تفضل يا باشمهندس. أحسن الله إليك شيخ. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل فلما بلغ الباب. يعني الطعام يكفي خمسة فقط، خامس خمسة. أيوه نعم أحسن الله إليكم شيخنا. فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. رأيتم هنا الجواب رعاكم الله، يستأذن المدعو من صاحب الدعوة لمن تبعه من غير دعوة، هنا يستأذن منه وهو له الخيار، إن شئت. جزاك الله خير دخلت معانا، وإذا ما شئت أبي أرجع. نعم إذن هنا إذن هنا حيكون عددهم كم؟ يكون عددهم هنا هاي شباب ستة. أحسنتم أيوة، خامس خمسة وجمعهم هذا الذي لم يدعى. نعم تفضل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال: بل آذن له يا رسول الله، واتفق عليه. يا سلام يا سلام. ولذلك الدعوة نوعان، في شيء اسمه دعوة الجفلة وفي الدعوة الخاصة. ما هي دعوة الجفلة؟ أن يوقف الواحد كده في المسجد يقول: يا جماعة حياكم الله، يوم الخميس على ملكة ولدي، العشاء عندي. هذا تسمى دعوة الجفلة. أو ينزل كده في مجموعة واتساب يقول: يا جماعة حياكم الله، ترى يوم كذا عندي وليمة. هذا اسمه دعوة الجفلة، لم يعين فيها صاحب المدعو. أما هذه أنت مخير تحضر ولا ما تحضر. أما الدعوة الخاصة أنك أنت تسمى: يا فلان تعال عندي يوم كذا مناسبة، إما باتصال أو برسالة أو إلى آخره. ففي هذه الحالة أنت يجب عليك أن تحضر، فإن وجدت منكرا وجب عليك أن تنكر أو أن تخرج. وإن أردت حال غرف وأمر دون حضورك فهنا لا حرج أن تعتذر إليه، أن تعتذر إليه. نعم باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه وتأديبه من يسيء أكله. الله، وتأديب من يسيء أكله. بالله يا جماعة هذه الأمور سبحان الله رد على اللي يقول لك يا أخي هذا ورع، خله هذا صغير، ترى عقدت الولد، إلى غير ذلك. انظر هنا النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى الترجمة الأول، انظر إلى العنوان. أعد الله يرضى عليك، أعد هالعنوان مرة ثانية الله يرضى عليك. أحسن الله إليكم شيخنا. باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله.
إذن هنا في لطائف أن تأكل مما يليك، فإن أخطأ مخطئ تعظه وتؤدبه، أكل بشماله، جالت يده في الصحفة. وللأسف يعني يا شباب يعني مناظر ما هي جيدة، سبحان الله تلقى شاب طالعين في كشتة وطالعين في ضلعة وجالس سبحان الله يأخذ من يدك اللقمة، يقول لك بضحك معاك، تعيب عليك أنت رجال، ويكون سن كبير يا أخي. لابد يكون عندنا آداب يا جماعة الخير في الأمور، مو المزاح في كل شيء والضحك في كل شيء. يعني يصير أن أنا أكل من أخطف اللقمة من يدك، ما أصلا يكره أنك أنت تأخذ من أمامه إلا بإذنه، فما ظنك أنك أنت كمان تخطفها من يده. اقرأ بالله يا شيخ، اقرأ الحديث الجميل هذا الله يرضى عليه. طيب حتى يأتي البشمهندس، أتوقع هو بيقرأ في حديث يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. على كل حال هذا تفضل يا بشمهندس. نعم تفضل. نعم شيخنا حفظ عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما. عن عمرو بن أبي سلمة أحسن الله إليكم شيخنا، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربيب كان ربيبا، أمه أم سلمة هند بنت أبي أمية. نعم هذا ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يعلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبي هو وأمي. ما قال والله هذا ورع صغير وخلي أنكم أنتم يعني لسه ما يفهم إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي وضح له ما ينبغي أن يفعله، ما ينبغي أن يفعله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. تطيش طفل صغير يعني سبحان الله، يده تروح هنا وتروح هنا، تطيش في الصحفة، لا تستقر، تذهب ها هنا وتذهب ها هنا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. فقال: يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. قوله يا تفضل كم أحسن الله إليك شيخنا. قوله: تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثناة من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا سلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الصحابي الجليل فتحمله وأداه كبيرا ونفع به الأمة، وأصبح هذا أصل هذا الحديث أصل أيها الكرام الفضلاء في هذا الباب، هذا الحديث أصل في هذا الباب. وهذا الصحابي الجليل عاش 81 يعني، هذا الصحابي ولد في الحبشة سبحان الله، ويكنى بأبي حفص، وطبعا أمه أم سلمة التي كانت يعني زوجها، طبعا أبو سلمة هذا ولدها، طبعا هذا ولد قبل الهجرة بسنتين ومات سنة 83 يعني عاش 85 سنة، وكان واليا لعلي رضي الله عنه على البحرين وفارس يعني على الحسا وما بعدها. ولد في الحبشة سبحان الله، لما كانت أمه رضي الله عنها مهاجر إلى 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 هناك. وطبعا عنده أخوه الثاني سلمة ابن أبي سلمة، ولما مات والده
مات سنة 3 من الهجرة. لما مات طبعا مات سنة 3 من الهجرة والده، وهو ولد سنة 2 قبل الهجرة، يعني كان عمره كم؟ 5 سنين. كان ربيب عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في هذا العمر ويده تطيش في الصحفة مثل أي طفل. لكن هنا ما في مانع، ما لا مانع أن يعلم ماذا؟ أن يعلم الطفل. هنا لا مانع أن يعلم الطفل، ليس أن يترك بدون تعليم. فلما مات أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه، وقد شهد بدرا، مات سنة 4، شهد بدرا وما بعدها حتى لقي الله عز وجل. أمه هي برة بنت عبد المطلب عمة النبي، يعني ولد عمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أخوه من الرضاعة، وأيضا أخوه من الرضاعة. قالت أم سلمة تحب حبا جما، سبحان الله، قالت ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة. قالت ثم ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فخلف الله علي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا سبحان الله، هو طبعا شهد أحدا سنة 3 في شوال، وأصيب جرح فيها سبحانه في عضده في كتفه، وجلس لما رجعوا المدينة شهر كامل يداويه. ثم النبي عقد له سرية ولواء للإغارة على بني أسد رهطه، ولما رجع للمدينة سبحان الله الجرح زي ما نقول إيش فتح عليه مرة ثانية، هذا يسموه يقول لك فانتقض عليه جرحه، وتوفي على إثره سبحان الله في جمادة من السنة الرابعة، في جمادة من السنة الرابعة. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. وهنا الإمام النووي بوب على ذلك من اللطائف، قال باب الدعاء على من ذكر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فمنعها كبرا، فمنعها كبرا، سبحان الله. يعني ما منعه منها إلا إيش؟ ما منعها منه إلا الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ما منعه منها إلا الكبر، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا دعا النبي عليه الصلاة والسلام، قال فما رفعها إلى فيه، شلت من مكانها، عافنا الله وإياكم. نعم. الله إليكم شيخنا. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله، طبعا هو لضبط الاسم يا شباب، هو عمر، عمر ابن أبي سلمة، حتى لا يكون نخلط بينه وبين عمرو بن سلمة. تعرفون عمرو بن سلمة هذا الذي جاء في البخاري قال كان يتلقى الركبان في عودتهم من النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ ما عنده من القرآن، هو عمرو بن سلمة. هذا عمر ابن أبي سلمة، هذاك اسمه عمرو بن سلمة الجرمي، هذا الذي أدرك النبي عليه السلام وهو صغير وكان يؤم قومه، لأنه كان أكثرهم حفظاً للقرآن، وترتب على ذلك حكم كبير إمامة الصغير في الصلاة. هذاك اسمه عمرو ابن سلمة
الجرمي. أما هنا عمر ابن أبي سلمة اللي هو والده أبو سلمة ابن عبد الأسد، وأمه أم سلمة هند بنت أبي أمية الذي تكلمنا عنه اسمه عمر. نعم، نعيد الحديث الذي مضى. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا سنة يعني القحط، يعني قحط وجد. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي أيوة. صلى الله عليه وسلم نهى. هذا باب أيوة تفضل. نعم أيوة نعم أحسن الله إليكم شيخنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. أيوة يعني إذا كان الناس يعني كانوا موجودين يعني ويأكلون جميعا مع بعضهم إلى غير ذلك، فمن أدب الطعام ومن حسن المؤانسة والمجالسة والمؤاكلة إن الإنسان يأخذ تمرة واحدة، تمرة في كل مرة، لا يقرن بين التمرتين إلا أن يستأذن من أصحابه، لهذا الحديث حديث ابن عمر هذا، حتى يستأذن من أصحابه. وأيضا في رواية: حتى يستأمره، يعني حتى يستأذنه، فإن أذنوا له فليفعل كما عند ابن حبان، وإن لم يأذنوا له فلا يفعل، وإن لم يأذن، وهذا يبقي المودة. وأيضا يرفعك من خوارم المروءة وأن ترمى بالنهامة، يقول لك فلان هذا نهم، فلان هذا إذا جاءك للدنيا كلها ما خلى شيء. وأيضا يحملك على أن تكون بعيدا عن الهلع والطمع عند الطعام، بعيدا عن الهلع والطمع عند إيش؟ عند الطعام. هنا أهل العلم في مسألة حتى يستأذن أصحابه قالوا هذا مدرج من كلام ابن عمر، والصحيح أنه ليس مدرج من كلام ابن عمر، ليس مدرجا من كلام ابن عمر، بل هو من الحديث. الشيخ بن عثيمين له شرح مات على رياض الصالحين يقول فيه: والذي جرت عليه العادة أن الإنسان يأكل تمرة تمرة إذا كان معه جماعة، فلا يأكل تمرتين جميعا، لأن هذا قال يضر بإخوانك الذين هم معك، إلا أن تستأذنهم فتقول لهم يعني تأذنوا لأخذ تمرتين في كل أكلة إلى غير ذلك. وأيضا يدخل فيه كل فاكهة أيضا، يدخل فيه أيضا كل فاكهة تؤخذ حبة حبة، مثل الكرز، مثل العنب، أيضا المشمش، البخارة إلى غير ذلك. أما إذا كنت وحدك فلا بأس أن تأكل تمرتين أو أن تأكل حبتين جميعا، إلا إذا خشيت على نفسك أن تشرق أو أن تصيبك الغصة، هكذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. يا الله يا الله يا الله، الحمد لله الذي عافانا، يا رب تعافينا. نعم. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. يا سلام، وهذه عادة الكفار ما يجتمعوش على الطعام، كل واحد يأخذ طعام ويتفرق وحده، وانتشرت هذه بين المسلمين أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المناوي رحمه الله في التيسير: من كثر أكله كثر شربه، فكثر نومه، فكسل جسمه، ومحقت بركة عمره،
ففتر عن عبادة ربه، فلا يعبأ يوم القيامة، فلا يعبأ يوم القيامة به، فيصير فيها مطرودا جيعانا حيرانا. أي نعم. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيّن لهم أين يكون العلاج، أن البركة تنزل مع الجماعة. وقد مر معنا طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. وهذا الحديث أيضا من جماله أيها الكرام الفضلاء أنه يدل على منقبة لأهل الإسلام لا تجد في غيرهم، ولقد رأينا ذلك وأنتم ترونه إذا كنت تعمل مع أناس من غير المسلمين إلى غير ذلك، تجدهم كل واحد يشتري لنفسه، مع أنهم يجمعهم مكتب واحد وعمل واحد، لكن سبحان الله لا تؤثر فيهم الخلطة. سبحان الله، ينزل المطعم يشتري لحاله، إذا جلس يحاسب عن نفسه وحده أيضا. طبعا وحشي بن حرب، هو وحشي بن حرب الحبشي، وهو الذي قتل حمزة وقتل مسيلمة في يوم اليمامة، وهو الذي يقول قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام، يعني لما كان في، يقصد لما كان في الجاهلية يعني، وكان يرمي بالرمح وكان ماهرا في ذلك، ومات سنة 39 من الهجرة بحمص، مات سنة 39 من الهجرة بحمص، ودفن أيضا كما ذكر الذهبي وغيره إلى دفن إلى جانبه قبر ثوبان خادم النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بالصواب، إليه المرجع والمآب، ولا يهمنا في ذلك كثيرا هذه تتبع مثل هذه الأشياء، لكن من باب ذكر معلومة، يعني من باب ذكر معلومة، إلا هذا من البدع تتبع هذه الأشياء، نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا القدر. الباب انتهى شيخنا؟ نعم شيخنا انتهى. نكتفي بهذا القدر في هذا الكتاب، وصلى الله عليه وسلم وصحبه.